فائز على التنفيذ، علي فائز على التنفيذ، ركلة جزاء بالدقيقة 21. جول 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 جول. الله الله يا عراق، الله الله يا عراق، الله الله يا عراق، الله الله يا عراق. جول جول. الموسيقى اليوم متغيره يا حكيم. برازيل عام 91 وفي مصر عام 2009 خرج في الدور ربع نهائي امام غانا 2-3. كره ملعوبه راسيه وجول جول جول. تشانغ هون خطا قاتل للحارس محمد حميد. كون تشانغ هون شوف الراسيه ومحمد حميد انتصر جيدا عام 2007 وتحديدا في شهر اذار. جول الله جول 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 جول. منتخب شباب العراق تلعب الكرة وجول جول براسية أخرى يسجل اللاعب البديل لي جوانغ هون. إشمايل to take the throw. Oh, could have dropped anywhere, and it's dropped in the back of the net for Iraq. Surely at this late stage, that is a winning goal. And it will take Iraq through to the semi-finals of this Under-20 World Cup. Four in the middle. Shot from distance. Oh, they've got an equaliser. 3-3. Astonishing. Wow. South Korea, we're heading out of this tournament. قدم. قدم. قدام والهدف الأول. الركلة الأولى يسجلها كيم سونغ وو. علي تقدم، علي علي ويسجل، علي يسجل الركلة الأولى. علي 1-1 واحد واحد. جي من تقدم بالتسجيل، عالية يخطأ بالتسجيل. قدم برغام جول. 2-1 2-1. برغام إسماعيل يسجل 2-1 الآن. سونغ يتقدم وهدف يسجل الركلة الثانية. محمد وين يا محمد؟ ومحمد يخطأ 2-2 الآن. محمد يخطأ 2-2 الآن. وين الهدف وين؟ 2-2 الآن. هاي كرة القدم لحظة قاتلة مرة صعبة. سيم سانغ مين سجل علينا وسجل على كولومبيا. لاعب يجيب التسديد. سيم سانغ. سيم سانغ يسجل الركلة الثالثة لمنتخب كوريا. الركلة الرابعة لمنتخب العراق. شوف اللاعب اللي راح يسدد. يبدو محمد جبار. محمد جبار.
محمد جبار قدام ويسجل تعادل 3-3. الآن محمد حميد لو يتكرم علينا ويردها الركلة نشوف اللاعب هذا أيضا سجل في شباك كولومبو اللاعب هو جوسون إن شاء الله ما راح يسجل اليوم. قدم ويسجل الركلة الأخيرة الآن لمنتخب شباب العراق 4-3 لمنتخب كوريا. شوف اللاعب اللي راح يسدد يعني هاي الركلة مهمة علي عدنان ركلة مهمة علي عدنان علي يتقدم علي سجل علي عدنان ويعادل النتيجة 4-4. ومرة أخرى نقول لك يا محمد كن منتظر. علي سجل 4-4 والله على الأعصاب يعني وقت قاتل يسجل به هدف حرب الركلة الخامسة لي جونغ هون يتقدم الركلة السادسة إردها محمد يلا عاد من المنقذ لي جونغ يخطأ من المنقذ يا شباب من اللي راح ينقذ يا شباب الركلة الأخيرة ركلة الدور نصف نهائي فرحان شكور العراق كله الآن ينتظرك يا فرحان يلا يا فرحان يا الله فرحان هلا يا عراق قول يا عراق قول من جديد راح ارفعك يا علم دوم تاج واللي يحبك يا وطن يكتب عراق يا عراق للمرة الأولى في تاريخه منتخب شباب العراق يصل للدور نصف النهائي وفيت وكفيت يا شباب مبروك يا عراق مبروك لكل الشعب العراقي مبروك يا عراق والله فوز انخطف منكم لكن بجدارة وفيتوا ألف مبروك بديع الكلمة لك لا أستطيع أن أكمل شكرا يا جماهير وإلى اللقاء